طيب انت امتى ابتديت ومنين الجرأة دي؟ احكي لنا بقى مشوارك. انا بادئ 2013 تقريبا. اول ما بدات الفاشن عموما، انا كنت مقرر من الاول ان انا عايز ابقى فاشن ديزاينر رجالي. من ساعتها وانا مركز قوي في الوقت في الستايل دوت، وبحاول دايما ان انا اعمل حاجه جديده فيه، ما اطلع يعني ما اعملش حاجه تراديشنال، احاول اطلع ان انا اعمل حاجه مختلفه، يعني حاجه تخطف العين اكتر كده بشكل عام في الحاجات الستايلات بتاعتي، اللي يشوفها يقول ان ده ديزاين ده من عمرو سليمان. واغلب الكلاينت بتوعك عرسان فقط ولا لا شباب؟ كله شباب، اغلبهم شباب، ما هو العرسان شباب برضه. لا مش قصدي، كله لا يعني عرسان بس ولا كمان بنعمل حاجات لا تانية؟ كله. لا بنعمل حاجات لان تانية حتى بالظبط. دلوقتي لما بنروح افراح كبيره الفرح تحول لفاشن شو، اذا كان من الرجاله او من بالظبط الستات، بالظبط كله لابس كله لابس ومتعمق. وبيلبس الوان وبيلبس حاجات وحاجات طب مختلفه كده. الماتيريالز اختلفت؟ انت قلت الالوان اختلفت، الماتيريالز اختلفت في ايه؟ الماتيريال اختلفت، بقينا بنستعمل بلوكارات، يعني البلوكار مش اي شاب يقدر يلبس حاجه بلوكار، طب. لازم يكون جريء قوي، بيحب الفاشن، بيحب يبان دايما بشكل مختلف، فهي الحاجات دي والاكسسوارز نفسها كمان. في اكسسوارز؟ في اكسسوارز، مدخل كريستال في الكولكشن الجديد دوت. بجد كريستال؟ طب احنا يلا تعالى نشوف جزء من الكولكشن ونرجع تاني. لا ده بالنسبه لي شوكينج نيوز، كريستال. دي البدل اللي انا اعرفها بالظبط، ده انا عامل الستايلين. طب قول لنا، دي بدله عريس؟ واضح دي بالظبط بدله عريس. ممكن بس يعني للعريس اللي تراديشنال، اللي هو مش عايز يبان ان هو شكله ده مش تراديشنال خالص، ده عريس شيك وحاطط سلسله بالورب في الفيست. ما هو ديتيلز الصغيره بقى كده دي اللي بنهتم بيها. البنطلونات كلها بقى ضيقه يعني صح؟ سليم سليم سكيني. سليم الجاكيت ده، الصفين الزراير دي رجعت تاني، انا بحبها قوي. انا عن نفسي فيفرت. انا بالنسبه لي برضو كده، وبتظبط الجسم جدا وبتداري اي ديفوهات، لو حد عنده بطن، حد عنده اي حاجه بتداري كل ده، ومناسبه جدا للاجسام الطويله. وشايفه لما نخلص طيب فرجه على ده، حلو اللون البترول ده قوي. اللون ده بره بيستعملوه احيانا برضو ويدنج العرسان، خصوصا ان الفتره دي كمان بقت اغلب الويدنجز بتتعمل الصبح. كنت لسه اقول لك الصبح والصيف ينفع قوي ان انت قوي طبعا مع المود الحاجات دي.